أول ممكن حضرتك تعرفنا بيك أكتر؟ أنا اسمي سمير توفيق الناوي من قرية الدوير مركز ست محافظة سيوط. تاريخ ميلادي 23 يناير 1942. تاريخ تجميلي 13/12/62. بعد ما جنت واتوجهت للعريش لعبت نموذج ودات إشارة كف 24 مشاة تبع الوتام تتحرك للعملية 9000 باليمن. اتوجهنا إلى اليمن وركبنا الباخرة ونزلنا في الحديدة مينة الحديدة وأدانا واحد لواء وقفنا طابور طلة الأضلاع وقال حد عنده سؤال. رفعت إيدي قال اتفضل. قلت يا فندي اليمن بلد عربية وإحنا عرب، ازاي عرب نضرب عرب؟ ما بدل ما نضرب بعضينا نروح نضرب اسرائيل ونطلعها من فلسطين. فقال لي اليمن بلد عربيه لكن الملك البدر وافق على وجود قواعد حربيه امريكانيه، وبكره لما نتخانق مع اسرائيل هيضربونا من باب المندب. فانا صرحت لما قال لي على عرفت ان احنا المهمه دي منين. فقال مهمتنا ان احنا البلد قامت بثوره بنساعد الثوره عشان نلغي التوقيع بتاع الملك البدر على وجود قوات حربيه في اليمن تتلغي. فبعضنا لينا قعدنا ده الطيران خدنا ودانا حتى اسمها صعده. قعدنا في صعده مده شهرين وتحركنا على بلد منطقه اسمها عبس فيها رئاسة اللي هو التامن اللي هو بتاعي، لأن أنا تبع كف 24 مسات تبع اللي هو التامن الفرقة السادسة. من عبس وزعنا على أماكن، طبعا في أماكن بيننا وبين عبس حوالي 20-25 كيلو فوق. جات من نصيب أنا بلد اسمه المسبح، كنت ماسك كمين، كنت ترقيت على الريف في الفرصة دي. الرئيس عندك في الرئيس سمير في المسبح اتعرض يتخنجر وما رضيش يخون الوطن حقه. قالوا ازاي؟ حكى له باللي حصل بالظبط عشان ما فيش وقت ان انا اطول عليكم. قال يا باشا طب لما تلم عليك عاوزين يموتوك. راح قال لي اتكلمني في التليفون قال لي سلم الموقع لاقدم واحد وتعالى لي. خدت سلاح ورحت. قالوا
الاول معنا هنا في راس الكتيبه. كلمنا عن احمد حزه ده يمني. جاب لي واحد اسمه احمد حزه قال لي ده بيجيب لي اخبار من العدو. قلت له ما تخليش حد يخش يمني غير الرجل ده اللي هو قائد الكتيبه الكتيبه اللي قال قائد الكتيبه عبد الفتاح بن لطيف سالم قال لي يا باشا ما تخليش حد يخش عليا من اليمنيين غير الرجل ده اللي هو احمد حزه لان يجيب لي اخبار من العدو. قعدت يوم اتنين اتلفت جيت بقول لي اتباع لي ذخيره اللي هو حظه اللي هو احمد حظه. قلت له بتاخد كم الصندوق؟ قال لي ب 80 ريال. قلت له بسيب ساعتين افكر وارد عليه. الفرصه اللي اداني ساعتين دول رحت لقائد الكتيبه قلت له يا فندم الراجل ده خاين. قال لي مش ممكن ده معايا من زمان. قلت له خاين. قال ما صدقكش. قلت له طب انقلني من هنا ما انتظرش لما يجيب لغم ينسفك ان هو. قال لي لازم تقول الفلوس تثبت. قلت له اتصرف معاه. رحت قلت له يا عم يا احمد يا حظ هات 80 160 ريال خد صندوقين. قال لي اخد 80 خد 80 ها ولا اخد صندوق وبعدين اوديه ودي اخد الثاني. خدت 80 ريال وطلعت القاضي كتيب ورميتهم له على المكتب. بيجي ينطم سيادة العقيد عبد الفتاح بن لطيف سالم بيخبط بدماغه بيديه يطلع شعره في ايده يطلع شعره في ايده بينطم نطم كده. المهم قال عايزين نمسكوه بدون ما يعرف انك انت شط عليه لان لو عرف هيخنجرك. المهم قلت اتصرف. عملوا له كمين ومسكوه. كلمنا بعد ما انهيت خدمتك العسكريه كان امتى؟ انهيت خدمتي العسكريه 16/7/66 وقعدت ما اتعينتش. وصلت التحدي ان انا مسيح ودوني فريش وجامع. جابوا لك وظيفة فداش في جامع؟ والأوراق موجودة في مشيت البكر هناك الأوراق موجودة. وقلت له ازاي يا فندم أنا فريش في جامع من صح اللي هو بعين نقل للعقيل النقيب. قال له ازاي تودي واحد فريش في جامع ومسيح؟ قال ده مسلم. قالوا لا قال هات الورق للمسيح. عينوني في معهد الأبحاث لطب البلاد الحارة سنة 1972 10/7/72. المهم أخذت خدمتي في معهد الألب وأنا كنت مشترك في التأمين الصحي وعندي فيروس سي حل سيامة. وقالوا لي تشترك في التأمين الصحي. قلت اشترك مضون على أوراق إن أنا اشترك في التأمين الصحي. وطلعوا لي بطاقة والبطاقة موجودة معي حاليا مؤخر. واتعالجت 6 سنين على البطاقة بدون ما يخصموا مني أي فلوس تمن العلاج. وبعد ما خلصت رحت أطلع بطاقة قالوا لي هات لنا جواب من المعاشات اللي كنت مشترك. رحت أجيب جواب قلت مش مشترك. الفندية اللي هم معايا اللي هم مخصوم اللي هم المفروض يحطوا الورق اللي وضعت عليه في الملف ما حطوش الورق في الملف. الاستمارة اللي قلت فيها أرغب في التأمين الصحي. اللي قلت فيها أرغب في التأمين الصحي. ما حطهاش في الملف. حطوها فين؟ طبعا انا رحت رجعت تاني بعد 6 سنين المستشفى لقيت في ملف فرع حطينا فيه هناك. خدت ورحت اشتكيت ورحت لزغلي او المكتب الشكاوي. قالوا له لما لك مكتب الشكاوي بتاع التامين الصحي. التامين الصحي. لما لك يطبق على الناس نبقى يطبق عليك. هل معقول العيل المولود لسه بتعملوا له تامين صحي وانا اللي حربت وعينه طلعت ومريض وبدفع بتاع 500 جنيه علاج في كل شهر؟ طيب حضرتك يعني تطالب المسؤولين بايه او رساله توجهها للمسؤولين؟ اطالب المسؤولين مش عاوز حاجه غير ان هم يساعدوني في استخراج بطاقه تامين صحي عشان اتعالج لان انا عندي سكر وعندي ضغط وعندي البروستاتا وعندي الكبد وطبعا تعبان خالص. انا عاوز يساعدوني حتى عشان الواحد حتى النفسيه تترفع ما يبقاش تعبان ما يبقاش بعد ما خدمت الدوله في الجيش وبره بامانه وسابوني في ضهرهم.